مهمة جميع الوعاظ المشايخ الذين ينبغي أن يعطوا القدوة الحسنة ويعطوا الخطاب الوسطي الديني الوطني الذي يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، الذي يترك اللحمة متماسكة ويقلل من الآفات والآثام التي تهدد مجتمعنا، سواء كانت يعني آفات اجتماعية، سواء كانت آفات أخرى، فتن أخرى تهدد بلادنا. وأنتم اليوم ما يخفاكمش أن الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف لكل من يريد أن يدخل يده، أن يحشر أنفه، أن يبحث عن ما يشق عصا الجماعة ويفسد على المسلمين استقرارهم. والحمد لله هذا الاستقرار قد ما راه نعمة علينا، ولكنه كفرنا الحساد، كفرنا الناس اللي ما يحبوناش. فهذه دور الأئمة ودور المشايخ باش يكون عندهم يعني حس حضاري بالتي هي أحسن. اللقاح والناس راها الآن مقبلة على اللقاح بتنظيم، ونحيي هذا الجهود المبذولة، ولكن لازم الإنسان يكون دائما حذر، لأنه يعني كاين دول كانت شافت روحها انتهت من هذا الموضوع، ولكن عاود نرجعنا إلى أرقام خطيرة. فنقولوا للأئمة يكون خطابهم بهذا الشكل ويبني إن شاء الله، والجزائر ستبقى إن شاء الله واقفة برجالها وأبنائها إن شاء الله. نظام الأفواج، يعني نستطيع أن نستغل الحجرة الواحدة، التفويج هذا يخلينا ممكن نقري 300، فإذا كان درنا التفويج نقدر نستقبل حتى 600. هذا النظام راح يستمر معنا ما بعد كورونا.